تعالت أصوات الاحتفالات والألعاب النارية احتفالاً بقدوم العام الجديد في مختلف دول العالم، فيما أصوات الابتهاج تخيم في سماء العالم. أصوات من نوع آخر خيمت في سماء سوريا، ورغم كثرة الاحتياجات لملايين اللاجئين في الداخل والخارج، إلا أن أماني الأطفال في سوريا لم تكن بعيدة جدا عن نظرائهم في العالم، فأطفال سوريا ما زالوا جزءا من أطفال العالم رغم مآسي الحرب. لما أرجع بلدنا بدي بابا يجيب لي قطار من بابا نويل، بدي أرجع المدرسة، نفتح الطريق وإن شاء الله إنه ترجع العالم، إنه ترجع الأوضاع. الأستاذة شاورما، فروج، خبز، بيض. أتمنى ألعب طابة مع رفقاتي وأروح مع المدرسة. أنا بدي ألعب سيارات على التحكم وهيك كلبشات وهي، بحب هيك ألعب ولابتوب ومن هالأشياء. أنت إيش تتمنى حلا؟ أنا بتمنى باربي وعدة مطبخ وكوافيرة. ومع بداية عام 2015 تبقى الأمنية الأكبر إيجاد حل للأزمة السورية تنهي أكبر أزمة إنسانية شهدتها المنطقة.